علشان تسد الفجوة اللي موجودة في يعني في مواقع تانية في الإعلام. الشباب بيبقى عندهم حاجات معينة عايزين يوصلوها، عايزين يشوفوها، عايزين يتعلموا منها، عايزين يفتحوا على العالم، عايزين يواجهوا التطور من غير أي توجهات أو سياسية أو فكرية أو حزبية. عشان كده احنا عملنا الموقع. كان قدامنا تحدي كبير جدا، واحنا بنعمل الموقع ده انه نثبت نفسنا الاول ونثبت للناس انه الشباب يقدروا، الشباب عندهم كل مقومات النجاح. اعتقد انه بالموقع ده احنا كسبنا التحدي او كسبناه بنسبه كبيره جدا. الشباب ده الموقع ده قايم بنسبه 100% على الشباب. احنا مجموعه من الشباب، اكبر حد فينا لا يتعدى سن 25 سنه. عملنا الموقع من البداية، من أول الفكرة والاسم والتصميم، تصميم الموقع للأفكار للتمويل للرسومات للتصوير، كل حاجة في الموقع. وأخيرا بحب أقول إنه ممكن ما يبقاش أحسن موقع في العالم، إحنا وإحنا بنبدأ ما حبيناش خالص، إحنا مش هنبقى أحسن موقع في العالم، إحنا بس حبينا نمثل جيلنا.